بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد. فهذه قراءة لجمع الجوامع في أصول الفقه من تأليف الإمام الكبير تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي المصري المتوفى سنة 771 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه مقامة الطروس والسطول لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها، ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر المنهاج مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وسبعة كتب. الكلام في المقدمات. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ومن ثم لا حكم إلا لله، والحسن القبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة وصفة الكمال والنقص عقليا، وبمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة، وشك المنعم واجب بالشرع لا العقل، ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده، وحكمت معتزلة العقل فإن لم يقض فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة، وصاب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، وإثم القاتل لإيثاره نفسه، ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم، فندب أو الترك جازما، فتحريم أو غير جازم، بنهي مخصوص فكراها أو بغير مخصوص فخلاف الأولى والتخير فإباحة، وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فوضع وقد عرفت حدودها. والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي، والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي، ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة وجوب إتمام الحج لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما، والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره، والشرط يأتي، والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص، والصحة موافقة ذي الوجهين الشرعة، وقيل في العبادة إسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب أثره، والعبادة إجزاء وأي كفايتها في سقوط التعبد، وقيل إسقاط القضاء ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة، ولا أداء فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى ما فعل، والوقت الزمان المقدم له شرعا مطلقا، والقضاء فعل كل، وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضى للفعل مطلقا، والمقضي المفعول والإعادة فعل في وقت الأداء، قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررات معادة، والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الحكم الأصلي، فرخصة كأكل الميتة والقصر والسلم وفطر مسافر لا يجهد الصوم واجبا ومندوبا ومباحا خلاف الأولى، وإلا فعزيمة، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه لمطلوب خبري. واختلف أئمتنا أهل العلم عقيبة ومكتسب، والحد الجامع المانع، ويقال المضطرد ويقال المضطرد المنعكس، والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع، والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، وجازم والذي لا يقبل التغير علم، والقابل اعتبار صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق، وغير الجازم ظن وهم وشك، لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو. والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وقيل هو ضروري فلا يحد، وقيل هو ضروري فلا يحد، وقال إمام الحرمين عاسر، فالرأي الإمساك عن تعريفه، ثم قال محققون لا يتفاوت، وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات، والجهل انتفاء العلم المقصود، وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته، والسهو الذهول عن المعلوم. مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا، قيل وفعل غير المكلف، والقبيح المنهي ولو بالعموم، فدخل خلاف الأولى، وقال إمام الحرمين ليس المكروه قبيحا ولا حسنا. مسألة جائز الترك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر، وقيل المسافر دونهما، وقال الإمام عليه أحد الشهرين، والخلف لفظي. وفي كون المندوب مأمورا بخلاف الأصح ليس مكلفا به، وكذا المباح، ومن ثم كان التكليف إلزاما ما فيه كلفة لا طلب، وخلافا القاضي والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو، والخلف لفظي، وأن الإباحة حكم شرعي، وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، أي عدم الحرج، وقيل الإباحة وقيل الاستحباب. مسألة الأمر واحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف، فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها،
معناها ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير وقيل لم ترد به اللغة. مسألة فرض الكفاية مهم يقصد حصول من غير نظر بالذات لفاعله. وزعم الأستاذ وإمام الحرمين وأبوه أفضل من وأبوه أفضل من العين وهو على البعض وفقا للإمام إلى الكل خلافا للشيخ. الإمام الجمهور المختار البعض مبهم وقيل معين عند الله وقيل معين عند الله هو من قام به ويتعين بالشروع على الأصح. وسنة الكفاية كفرضية. مسألة الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازا ونحو وقت الأداء ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم وقيل الأول فإن أخر فقضاء وقيل الآخر فإن قدم فتعجيل والحنفية ثم اتصل بالأداء من الوقت وإلا فالآخر والكرخي إن قدم وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا ومن أخر مع ظن الموت عصى فإن عاش وفعل وفى الجمهور أداء والقاضيان أبو بكر والحسين قضاء ومن أخر مع ظن السلامة فالصحيح ولا يعصي بخلاف ما وقته العمر كالحج. مسألة المقتول الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب وفقا الأكثر وثالث إن كان سببا كالنار الإحراق. يقال إمام الحرمين إن كان شرطا شرعيا لا عقليا أو عاديا فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب واختلطت منكوحة بأجنبية حرمة أو طلق معينة ثم نسيها. مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح صلاة الأوقات المكروهة وإن كانت كراهة تنزيل على صحيح أما الواحد بالشخص لو جاءت كالصلاة المخصوب فالجمهور تصح ولو يثاب وقيل يثاب والقاضي والإمام لا تصح ويسقط الطلب عندهما وأحمد لا صحة ولا سقوط والخارج من المغصوب تائبا آت بواجب وقال أبو هاشم بحرام وقال إمام الحرمين هو مرتكب وهو مرتبك في المعصية وقال إمام الحرمين هو مرتبك من معصية مع انقطاع تكليف النهي عنه ودقيق والساقط على جريح يقتله إن استمر وكفأه إن لم يستمر. قيل يستمر وقيل يتخير وقال إمام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي. مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا ومنع أكثر معتزلة والشيخ هو حامد والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعا لتعلق العلم بعدم وقوعه ومعتزلة بغداد والآميدي المحال لذاته وإمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب والحق وقوع الممتنع بالغير لا بالذات. مسألة الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع وصحيح وقوع خلاف لأبي حمد الإسرائيلي وأكثر الحنفية مطلقا لقوم في الأوامر فقط والآخرين في من عاد المرتد. قال الشيخ الإمام والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع على الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود. مسألة لا تكليف إلا بفعل فالمكلف به في النهي الكف أي الانتهاء وفقا للشيخ الإمام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك والأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما والأكثر يستمر حال المباشرة. وقال إمام الحرمين والغزالي ينقطع وقال قوم لا يتوجه إلا عند المباشرة وهو التحقيق في المالام قبل على التلبس بالكف المنهي. مسألة يصح تكليف ويوجد معلومة للمأمور إثره مع علم الآمر وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوع عند وقت كامل رجل بصوم يوم عولم موته قبل خلاف الإمام الحرمين والمعتزلة أما مع جهل الآمر فاتفاق. خاتمة الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح أو يسن على البدل كذلك الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب القرآن والمعني بيون اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه متعبد بتلاوته ومنه بسمة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا من قيل أحد على الصحيح والسبع متواترة قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإماية وتخفيف الهمزة. قال أبو شامة والألفاظ المختلفة فيها بين القراء ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح وأنه ما وراء العشرة وفقا للبغوي والشيخ الإمام وقيل ما وراء السبعة إما إجراؤهم مجرى الأحاد فهو الصحيح ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية ولا ما يعنى به غير ظاهر إلا بدليل خلاف المرجئة وبقاء المجمل غير مبين. ثالث ولا صح ولا يبقى المكلف من معرفته والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غير المنطق والمفهوم. المنطق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد واللفظ إن دل جزء على جزء المعنى فمركب إلا فمفرد ودلالة اللفظ على معنى مطابق على جزئه التضمن ولازمه الذهني التزام والأولى لوضية وثنتان عقليتان ثم المنطق إن توقف الصدق والساحة والإضمار فدلالة اقتضاء ولم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة المفهوم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا وقيل لا يكون مساويا. ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية. فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرار وما جزيت من إطلاق الأخص على العام وقيل نقل
واللفظ لها عرف، وإن خالف فمخالف، وشرط ولا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خروج الغالب خلافا لإمام الحرمين أو لسؤال أو حادثة أو للجهل بحكمه أو غير ما يقتضي التخصيص بذلك، ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق، بل قيل يعمه المعروض وقيل لا يعمه إجماعا، وصفة كالغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأضر، وقال من فيه غير سائماتها وغير مطلق السوائم قولان، ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية وإنما، ومثل لا عالم إلا زيد وفصل مبتدأ من الخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول وعلى، ولا عالم إلا زيد ثم ما قيل إنه منطق بالإشارة ثم يروم. مسألة المفاهيم إلى اللقب حجة لغة، وقيل شرعا وقيل معنى، واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد، وبعض الحنابلة وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا، وقوم في الخبر والشيخ الإمام في غير الشرع وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم، وقوم العدد دون غيره، وقوم العدد دون غيره. مسألة الغاية قيل منطق والحق مفهوم، يتلو الشرط فالصفة المناسبة، فمطلق الصفة غير العدد فالعدد، فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادة والاختصاص، وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان، والاختصاص الحصر خلافا للشيخ الإمام حيث أثبتها وقال ليس هو الحصر. مسألة إنما قال الأمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والكيا والإمام الرازي والكيا والإمام الرازي تفيد فهم القيل نطقا بالفتح الأصح، وبالفتح الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة من ثم الدعز مخشري إفادة الحصرة. مسألة من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية العبارة عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وليس وهي الألفاظ الدالة على المعنى، وتعرف بالنقل تواترا أو أحدا، وباستنباط العقل بالنقل لا مجرد العقل، ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة، فهي قول مفرد أو مهمل كاسم حروف الهجاء ومركب الوضع، جعل اللفظ دليلا على معنى ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلاف العباد حيث أثبتها. فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل بالكافية في دلالة اللفظ على المعنى، واللفظ موضوع للمعنى خارجي إلى الذهن خلافا للإمام. قال الشيخ الإمام معنى للمعنى من حيث هو، وليس لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج إلى اللفظ، والمحكم المتضح المعنى والمتشابه وما استأثر الله تعالى بعلمه قد يطلع عليه بعض أصفيائه. قال ما هو اللفظ الشائع، ولا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خافي إلا على الخواص، كما يقول مثبت الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات. مسألة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية، علم الله تعالى بالوحي وخلق الأصوات والعلم الضروري وعوزي إلا أشعري، وأكثر المعتزلة اصطلاحية حاصل عفانها بالإشارة القلتي كالطفل والأستاذ القدر المحتجب تعريف توقيف وغير محتمل، وقيل عكسه وتوقف كثير المختار الوقف عن القطع أن التوقيف مظنون. مسألة قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والأمدني تثبت اللغة قياسا، وخالفهم لسريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام، وقيل تثبت الحقيقة ولا المجاز، ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معنى والشركة فجزئين، وإلا فكل متواطئ إن استوى، مشكك إن تفاوت، وإن تعدد فمتباين، وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه، إن كان حقيقة فيما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز والعالم وموضع معين لا يتناول غيره، فإن كان التعين خارج فعالم الشخص وإلا فعالم الجنس، وإن وضع الماهية من حيث هي فاسم الجنس. مسألة الاشتقاق لفظ لفظ إلى آخر، ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولا بد من تغيير، وقد يضطرد كاسم الفعل، وقد يختص كالقارورة، ومن لم يقم به وصف لم يجوز أن يشتق له منه اسم خلافا للمعتزلة، ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح واختلاف، واختلاف مال إسماعيل مذبوح، فإن قام به ما له اسم وجب الاشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح، لم يجب الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء وثالث الوقف من ثم كان اسم الفعل حقيقة في الحال أي حال التلبس إلى النطق خلافا للقرافي. وقيل إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمى بالأول إجماعا، وليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات. مسألة المترادف واقع خلافا لثعلب وابن لثعلب وابن فارس مطلقا للإمام في الأسماء الشرعية، والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح، والحق إفادة التابع التقوية وقوع كل من الردفين مكان الآخر، إن لم يكن تعبد بلفظ خلافا للإمام مطلقا للبيضاوي والهندي إذا كان من لغتين. مسألة المشترك واقع خلافا لثعلب والبهري والبلخي مطلقا ولقوم في القرآن وقيل والحديث، وقيل واجب الوقوع، وقيل ممتنع، وقال الإمام ممتنع بين النقيضين فقط. مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنيهما عن مجاز وعن الشافعي والقاضي والمعتزلة حقيقة، زاد الشافعي وظاهر فيهما عند التجرد، عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما وعن القاضي يحمل، ولكن يحمل عليهما احتياطا، وقال أبو الحسين والغزالي يصح أن يراد إلا أنه لغة، وقيل يجوز في النفي لا الإثبات، والأكثر على أن جمعه باعتبار معنيه إن ساغ ذلك مبني عليه، وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي، ومن ثم عما نحو فعلوا الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خص بالواجب، ومن قال القدر المشترك وكذا المجاز. المسألة الحقيقة لفظ مستعمل في موضع الابتداء وهي لغوية
معرفيتهم وشريعتهم. وقال ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشريعة والقاضي وابن القشيري وقوعه. وقال قوم وقعت مطلقا وقوم إلا الإيمان. وتوقف الأمدي والمختار بفقل بإسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية إلى الدين ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرعي. وقد يطلق على المندوب والمباح والمجاز اللفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة فاعون موجوب سبق الوضع واتفاق إلا الاستعمال لا الاستعمال. والمختار قيل مطلقا وأصح لما عدا المصدر وهو وقع خلاف الأستاذ والفارسي مطلقا للضالة بكتاب والسنة وإنما يعدل إلى ثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغتها أو شورتها أو غير ذلك وليس غالبا عن اللغة خلافا لابن جني خلافا لابن جني ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار والتخصيص أولى منهما قد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمال وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب المسبب والكل للبعض والمتعلق المتعلق وبعكوس وما بالفعل على ما بالقوة قد يكون في الإسناد خلافا لقوم وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني ومن علمه الحرف مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع ولا يكون في الأعلام خلافا للغزالي في متلمح الصفة ويعرف متبادر غير فهم لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاضطراد وجمع على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييد وتوقف على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل والمختار واشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي مسألة المعرب لفظ غير وعالم استعملت العرب في معنى وضع له في غير لغاتهم وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز باعتبارين والأمران منتفيان قبل الاستعمال ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي وقال الغزالي والآمدي في الإثبات الشرعي وفي النفي الغزالي مجمل والآمدي اللغوي وفي تعرض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال ثالث المختار مجمل وثبوت حكم يمكن كونه مرادا من خطاب لكن مجازا لا يدل على أن المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري مسألة الكناية لفظ استعمل في معنى مراد منه لازم المعنى فهي حقيقة فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا الحروف أحدها إذا قال سيبويه للجواب والجزاء قال الشلوبين دائما وقال الفارسي وغالبا الثاني إن للشرط والنفي وزيادة الثالث أو للشك والإبهام والتخيل ومطلق الجمع والتقسيم بمعنى إلى والإضراب كبل قال الحري وتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع الرابع أي بالفتح والسكون للتفسير والنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال وبالتجديد للشرط والاستفهام موصولة ودالة على معنى كمال وصلة لنداء ما فيها الخامس إذ اسم للماضي ظرفا ومفعولا به وبدلا من مفعول ومضافا إليه اسم زمان وللمستقبل في الأصح وتارد للتعليل حرف أو ظرفا وللمفاجأة وفق لسباوي السادس إذا للمفاجأة حرفا وفق للأخفش وابن مالك وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان وتلد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا وللدرامجي وللماضي والحال السابع الباء للإلصاق حقيقة ومجازة وحقيقة ومجازا والتعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية والبدلية والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء والقسم والغاية والتوكيد وكذا التبعيد وفق للأصمعي والفارسي وابن مالك الثامن بل للعطف الإضراب إن الإبطال أو الانتقال من غرض الآخر التاسع بيد بمعنى غير وبمعنى من أجلي وعليه بيد أني من قريش صلى الله عليه وسلم العاشر ثم حرف عطف للتشريك والمؤلة على صحيح والترتيب خلافا للعبادية الحادي عشر حتى الانتهاء لغاية غالبا والتعليم ونذر الاستثناء الثاني عشر رب للتكثير والتقليل وتختص بعد ما خلاف للزعيم ذلك الثالث عشر صح أنها قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء على الأصح أن قد تكون اسما بمعنى فوق وتكون حرفا للاستعلاء والمصاحبة والمجاوزة كان والتعليل والظرفية والاستدراك والزيادة أما على يعلو ففعل الرابع عشر الفول عاطفة للترتيب المعنوي والذكري وللتعقيب في كل شيء بحسبه والسببية الخامس عشر في للظرفين والمصاحبة والتعليل والاستعلاء والتوكيد والتعويض ومعنى الباء وإلى ومن السادس عشر كي للتعليل ومعنى أن المصدر السابع عشر كل اسم الاستغراق استغراق أفراد المنكر والمعرف المجموع وأجزاء المعرف المفرد الثامن عشر اللام للتعليل والاستحقاق والاختصاص والملك والصير والعاقبة والتمليك والشبه وتوكيد النفي والتعدية وتأكيد معنى إلى وعلى وفي وعند وبعد ومن وعن التاسع عشر لولا حرف معنى وفي الجملة الإسمية ثم امتناع جوابه لوجود شرط وفي المضارات التحديد والماضية التوبيخ قيل وترد للنفي العشرون لو شرط للماضي ويقل للمستقبل قال سيبويه حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وقال غير
الضمير وحرف امتناع امتناع. وقال الشلوبين وشلوبين لمجرد الربط وصاعي. فقال الشيخ ما امتناع ما يليه واستلزامه لتالي. ثم ينتفي التالي النسب ولم يخلو في المقدم غيره. كلو كان في مانية إلا الله لفسدتا. لئن خلفه كقولك لو كان إنسانا كان حيوانا أثبت التالي. إن لم ينافي ونسب الأولى كلو لم يخف لم يعصي. أو المساواة كلو لم تكن ربيبة لمحلت للرضاع. أو الأدوان كقولك لو انتفت أخوة النسب لمحلت للرضاع. وترد للتمني والعرض والتحديد والتقليل نحو ولو بظلف محرق ولو بظلف محرق. الحادي والعشرون لن حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تبيد خلاف لمن زعم وترد للدعاء فقل ابن عصفور. الثاني والعشرون ما ترد اسمية وحرفية موصولة ونكرة موصوفة للتعجب استفهامية وشرطية زمنية وزمنية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة. الثالث والعشرون من الابتداء الرواية غالبا للتبعيد والتبين والتعليل والبدل وغاية وتنصيص العموم والفصل ومرادفة البيع عن وفي وعند وعلى. الرابع والعشرون من شرطية واستفهامية وموصولة ونكرة موصوفة ونكرة موصوفة قال ابو علي ونكرة تامة. الخامس والعشرون هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصوري ولا للتصديق السلبي. السادس والعشرون الواو لمطلق الجمع وقيل للترتيب وقيل للمعية. الأمر أمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل وقيل القدر المشترك وقيل مشترك بين وقيل وبين الشيء والشأن والصفة وحد اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ولا يعتبر في علو ولا استعلان. وقيل يعتبران ويعتبرت المعتزلة وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغي وسمعان العلو وابو الحسين والإمام الأحمد وابن الحاج بالاستعلاء واعتبر ابو علي وابن ويرادة الدلالة باللفظ على الطلب والطلب بديع والامر غير الارادة خلافا للمعتزلة. مسألة القائلون بالنفس اختلفوا هل للامر صيغة تخص النفي عن الشيخ وقيل الوقف وقيل الاشتراك والخلاف في صيغة افعل وترد الوجوب والندب والاباحة والتهديد والاشهاد وارادة الامتثال والاذن والتأديب والانذار والامتنان والاكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والاهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والانعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشروط والاعتبار. والجمهور حقيقة في الوجوب لغة او شرعا وعقلا مذاهب وقيل في الندب وقال ما تريدي للقادر المشترك بينهما وقيل مشتركة بينهما وتوقف القاضي الغزالي والأمدي فيما وقيل مشتركة فيما في الإباحة وقيل في الثلاثة والتهديد وقال عبد الجبار الإرادة الامتثال وقال أبو بكر الأباري وأمر الله تعالى الوجوب وأمر الله تعالى الوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدئ للندب وقيل مشتركة بين الخمسة الأول وقيل بين الأحكام الخمسة والمختار وفقل للشيخ أبي حمد وإمام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم فإن صدر من الشارع وجب الفعل وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل بحث الخلاف العام فإن ورد الأمر بعد حاضر قال الإمام واستئذان فللإباحة وقال أبو الطيب الشيرازي والسمعاني والإمام الوجوب وتوقف إمام الحرمين أمنا بعد الوجوب في الجمهور للتحريم وقيل الكراهة وقيل الإباحة وقيل إسقاط الوجوب إمام الحرمين على وقفه. مسألة الأمر وطلب الماية لا لتكرار ولا مرة والمرة ضرورية وقيل المرة مدلول وقال الأستاذ القزويني للتكرار مطلقا وقيل بالوقف ولا لفور خلافا لقوم وقيل الفور عزم وقيل مشترك ومبادر وممتثل خلافا لمن منع ومن وقف. مسألة الرازي والشيرازي وعبد الجبار الأمر يستلزم القضاء وقال أكثر القضاء بأمر جديد والأصح أن الاتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به وأن الآمر بلفظ يتناول داخل فيه وأن النيابة تدخل المأمور إلا لمانع. مسألة قال الشيخ والقاضي الأمر النفسي بشيء معين النهي عن ضد الوجودي وعن الوجودي وعن القاضي يتضمن عليه عبد الجبار وابن الحسين والإمام والأمدي وقال الإمام الحرمين والغزالي لا عين ولا يتضمن وقيل أمر الوجوب يتضمن فقط أما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمن على الأصح وأما النهي فقيل أمر بالضد وقيل على الخلاف. مسألة الأمران غير متعاقبين أو غير متماثلين غيران والمتعاقبين بمتماثلين ولا مانع من التكرار والثاني غير معطوف قيل معمول به ما قيل تأكيد وقيل بالوقف وفي المعطوف التأسيس وأرجح وقيل التأكيد فإن رجح التأكيد بعادي قدم وإلف الوقف. النهي واقتضاء كف عن فعل لا بقول كف وقضية الدواء ما لم يقيد بالمرء وقيل مطلقا وتلد صيغة التحريم والكراهة والإشهاد والدعاء وبين العاقبة والتقليل والاحتقار والأسوء في الإرادة والتحريم في الأمن قد يكون على واحد ومتعدد جمعا كالحرام المخير وفرقا كالنعلين يلبسان أو ينزعان ولا يفرق جميعا كالزنا والسرقة ومطلق النهي التحريم وكذا التنزيه في الأضرار الفساد شرعا. وقيل لغة وقيل معنى فيما عدا المعاملة مطلقا فيها إن رجع قال ابن عبد السلام أو احتمل الرجوع إلى أمر داخلي أو لازم له وفق الأكثر وقال الغزالي والإمام في العبادات فقط فإن كان الخارج كالوضوء بمغصوب لم يفيد عند الأكثر وقال أحمد يفيد مطلقا ولا ضوء حقيقة وإن انتفى الفساد لدليل وأبو حنيفة لا يفيد مطلقا نعم المنهي لعينه غير مشروع فساد عرض ثم قال ومن هي الوصي يفيد الصحة له
وقيل إنه في عنه القبول، وقيل بل النفي دليل فساد، ونفي الإجزاء كان في القبول، وقيل أولى بالفساد العام لفظ يستغرق الصالح له من غير يستغرق الصالح له الصالح له من غير حصن، والصحيح دخول النادية غير المقصودة تحته، وأنه قد يكون مجزما أنه من عوارض الألفاظ قيل والمعنى، وقيل به في الذهن، ويقال المعنى أعم وللفظ عام، ومدلول كلية أي محكوم في على كل فرد مطابقة إثباتا وسببا لا كل ولا كل، ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعن الشافعي وعلى كل فرد بخصوص ظني، وعن الشافعية وعن الحنفية قطعية، وعم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، وعليه الشيخ الإمام مسألة كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما ونحو العموم حقيقة، وقيل الخصوص، وقيل مشتركة، وقيل بالوقف والجمع المعرف من لام والإضافة العموم ما لم يتحقق عهد، خلافا لأبي هاشم المطلق للإمام الحرمين إذا احتمل معهود، المفرد المحلى مثله، خلافا للإمام مطلقا للإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحد بالتالي زاد الغزالي أو تميز الوحدة، والنكرة في سياق النفي العموم وضعا، وقيل لزوما على الشيخ الإمام نصا إن بنيت على فتح وضع إن لم تبنى، وقد يعمم اللفظ عرفا كالفحوى وحرمت عليكم أمهاتكم أو عقلا كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة، والخلاف في أنه لا عموم له لفظ، وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل قد تقدم، ومعنى العموم الاستثناء، ولا صح أن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة الاثنان، وأنه يصدق على واحد مجازا، وتعميم العام مع المدح والذم إذا لم يعارض عام آخر، وثلاثة يعم مطلقا، وتعميم نحو لا يستوون، ولا أكلت قيل، وإن أكلت للمقتضي، والعطف على العام والفعل المثبت ونحوه، كان يجمع في السفر والمعلق بعلة لفظا، لكن قياسا خلافا للزاعم ذلك، وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، وأن نحو يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول الأمة، وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن اقترن بقول، وثالث التفصيل، وأنه يعم العبد والكافر، ويتناول الموجودين دون من بعدهم، وأن من الشرطية تتناول الإناث، وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء والظاهر، وأن خطاب الواحد لا يتعدى واقل يعم عادة، وأن خطاب القرآن والحديث بي يا أهل الكتاب لا يشمل أمة، وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه، وأن المخاطب داخل في عموم خطاب إن كان خابرا لا أمرا، وأن نحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع، وتوقف الآمد التخصيص، قصر العام على بعض أفراد والقابل له حكم ثابت لمتعدد، والحق جوازه إلى واحد لم يكن لفظ العام جمعا، وإلى أقل الجمع إن كان، وقيل مطلقا، وشذ المنع مطلقا، وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصون، وقيل إلا أن يبقى قريب من وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصون، وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلول، والعام المخصوص مراد عموم تناولا لا حكم، المراد بالخصوص ليس مرادا بل كل استعمل في جزئين، ومن ثم كان مجازا قطعا، والأول حقيقة وفاقا للشيخ الإمام والفقهاء. وقال رازي كان الباقي غير منحاصر، وقوم إن خص بما لا يستقل إمام الحرمين حقيقة، ومجاز باعتبارين التناولي والاقتصار عليه والأكثر، ومجاز مطلقا، وقيل إن استثني منه، وقيل إن خص بغير لفظ مخصص، وقال الأكثر حجة، وقيل إن خص بمعين، وقيل بمنفاصل، وقيل إن أنبع عن العموم، وقيل في أقل الجمع، وقيل غير حجة مطلقا، ويتمسك بالعام في عاية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج. وثالث أن ضاق الوقت وما يكفي من بحث الظن خلافا للقاضي المخصص، وقسمان الأول المتصل، وخمسة الاستثناء والإخراج به الله وإحدى أخواته من المتكلم الواحد، وقيل مطلقا يجب اتصال عادة عن المعبس رضي الله عنه الأشهر، وقيل سنة، وقيل أبدا، وعن سعيد بن جبير رحمه الله أربعة أشهر، وعطاء والحسن في المجلس، ومجاهد سنتين، قيل ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل بشطاني والكلام، وقيل يجوز في كلام الله فقط أما المنقطع، فثالث ومتواتر، والرابع مشترك، والخامس الوقف، والأصح وفاق لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة العشرة باعتبار الأفراد، ثم أخرج الثلاثة ثم أسند إلى الباقي تقديرا، وإن كان قبله ذكرا، وقال أكثر مراد سبعة إلا قرينة، وقال القاضي عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب، ولا يجوز المستغرق خلافا لشذوذ قيل ولا الأكثر، وقيل ولا المساوي، وقيل إن كان العدد صحيحا، وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح، وقيل لا مطلقا ويستثنى من النفي إثباته، وبالعكس خلافا لأبي حنيفة والمتعددة، وإن تعاطفت فللأول، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه، والوارد بعد جمل متعاطفة للكل تفريقا، وقيل جمعا، وقيل إن سيق الكل لغرض، وقيل إن عطف بالواو، وقيل أبو حنيفة والإمام الآخرة، وقيل مشترك، وقيل بالوقف، والوارد بعد مفردات أولى بالكل، أمن القران بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكما، خلافا لأبي يوسف والمزني الثاني الشرط، وما يلزم من عدم العدم، ويلزم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته، وكالاستثناء اتصال واولى بالعود الى الكل على الاصح، ويجوز اخراج الاكثر به، فقلنا الثالث الصفه كالاستثناء في العود ولو تقدمت، اما المتوسطه فالمختار اختصاصها بما وليته، الرابع الغايه كالاستثناء في العود، والمراد غايه تقدم عموما يشمل ولو لم تاتي مثل حتى يعطوا الجزيه، واما مثل حتى مطلع الفجر، فلتحقيق العموم كذا قطعت اصابع من خنصر الى البنصر، الخامس بدل بعض من كل ولم يذكر اكثر من اصابهم شيخ الامام
القسم الثاني المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافا لشذوذ ومنع الشافعي تسميته تخصيص ولفظي، ونصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب والكتاب بالمتواتر والكذب خبر واحد عند الجمهور، وثالث وإن خص بقاطع وعندي عكسه، وقال كالخيو بمنفصل وتوقف القاضي وبالقياس خلافا للإمام مطلقا وللجبائي. إن كان خفيا ولابن أبان إن لم يخص مطلق يخص مطلق إن لم يخص مطلقا، ولقوم إن لم يكن أصله مخصصا من العموم، والكرخي إن لم يخص بمنفصل وتقف إمام الحرمين وبالفحوى، وكذا دليل الخطاب في الأرجح وبالفعل عليه الصلاة والسلام وتقرير في الأصح والأصح، وأن عطف العام على الخاص والرجوع الضمي إلى بعض، ومذهب الراوي وصحابيا وذكر بعض وأفراد العام لا يخصص، وأن العادة بدرك بعض ما مولد وخصصين قرر النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وأن العام لا يقصر على المعتد ولا على مهرهم، بل تطرح له عادة له العادة السابقة، وأن نحو قضى بالشفعة إلى الجار لا يعم فقر أكثر مسألة. جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه، والمستقل الأخص جائز إذا كانت معرفة المسكوت والمساوي واضح والعام، وعلى سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر، فإن كانت قرية التعميم فأجدر وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد، وقال الشيخ الإمام الظنية ولا يخلو من خاص في القرآن تلاوة في الرسم عام للمناسبة مسألة، إن تأخر الخاص عن عملي نسخ العام وإلا خصص، وقيل إن تقارن تعرض في قدر الخاص كالنصين، وقالت الحنفية إمام الحرمين العام المتأخر ناسخ، فإن جوئنا فالوقف هو التساقط، وإن كان كل عاما من وجه فالترجيح، وقالت الحنفية المتأخر ناسخ. المطلق المقيد المطلق الدال وعلى ما يأتي من قيد، وزعم الأمدي بن الحاجب دلالته وعلى وحدة الشائعة توهمه والنكرة، ومن ثم قال الأمر بمطلق ما يأتي أمر بجزئي وليس بشيء، وقيل بكل جزئي، وقيل إذن في مسألة. المطلق المقيد كالعام والخاص، وأنهما إن اتحد حكمهما وموجبهما وكان مثبتين، وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإلا حمل المطلق عليه، وقيل المقيد ناسخ إن تأخر، وقيل يحمل المقيد عن المطلق وإن كان منفيين، فقال المفهوم يقيد به وهي خاص وعام، وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة وإن اختلف السبب، فقال أبو حنيفة لا يحمل، وقيل يحمل لفظا، وقال الشافعي قياس، وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف المقيد بمتنافيين يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسا. الظاهر والمؤول الظاهر ما دل دلالة ظنية، وتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل دليل للدليل فإن حمل لدليل فصحيح الأول ما يظن دليلا، ففاسد أولى لشيء فلاعب لا تأويل، ومن البعيد تأويل أمسك على ابتدئ وستين مسكين على 60 مدة، وأيوم امرأة نكحت نفسها على الصلاة والأمة والمكاتبة، ولا صيام لمن لم يبيت على القضاء والنذر، وذكاة الجنين ذكاة أمي على التشبيه، وذكاة الجنين ذكاة أمي على التشبيه، وإنما صدقات على بيان المصرف، ومن ملك ذا راحم على الأصول والفروع، والسارق يسلق البيضة على الحديد، وبلال يشفع الأذان على أن يجعل شفعا لأذان ابن أم مكتوم رضي الله عنهما. المجمل ما لم تتضح دلالته فلا إجمال في هذه السرقة، ونحو حرمت عليكم أمهاتكم وامسحوا برؤوسكم، لا نكاح إلا بولي، ورفع عن أمة الخطأ، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، لوضوح دلالة الكل، وخالف قوم، وإنما الإجمال في مثل القرء والنور والجسم، ومثل المختار التردد بين الفعل والمفعول، وقوله تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا ما يتلى عليكم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ، وقول عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، وقولك زيد طبيب مالنا ثلاثة زوج وفرد أصح في الكتاب والسنة، أن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي وقد تقدم، فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمل أو يحمى على اللغوي أقوال، والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنى ليس ذلك لمعنى أحدهما مجمل، فإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقا، ولا صح أنه قد يكون بالفعل، وأن المظنون يبين المعلوم، وأن المتقدم وإن جعلنا عينه من القول والفعل هو البيان، وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد حج طواف فإنه أمر بواحد فالقول وفعل ندب أو واجب متقدما أو متأخرا، وقال أبو حسين متقدم. مسألة داخل البيان وقت فعل غير واقع، وإن جاز إلى وقت واقع عند الجمهور سواء كان للمبين ظاهر أم لا، وثلاثة يمتنع في غير المجمل وما له ظاهر، ورابع يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ، وخامس يمتنع في غير النسخ، وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقا، وسادس لا يجوز تأخير بعض دون بعض، وعلى منع المختار أن يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ للحاجة، وأنه ولا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص. النسخ اختلف في أنه رفع أو بيان، المختار رفع الحكم الشرعي بخطاب، فلا نسخ بالعقل، يقول الإمام من سقط رجله ونسخ غسلهما مدخول، ولا بالإجماع ومخالفاتهم تتضمن نسخة، ويجوز على صحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمنا واحدة وما فقط، ونسخ الفعل قبل التمكن، والنسخ بالقرآن للقرآن وسنة وبسنة للقرآن، وقيل يمتنع بالأحد والحق لم يقع إلا بالمتواترة،
وقال الشافعي حيث وقع بالسنة فمع قرآن وبالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة وبالقياس. وثالثا إن كان جليلا والرابع إن كان في زمن عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة ونص القياس في زمن عليه الصلاة والسلام وشرط ناسخه إن كان قياسا أن يكون أشلى وفاقا للإمام وخلافا للأمدي. ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكسه على الصحيح والنسخ به والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر ونسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في الأظهر ولا النسخ بها ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء والخبر أو قيد بالتبيد وغير مثل صوم أبدا صوم حتما وكذا الصوم واجب المستمر أبدا إذا قال وإن شاء خلافا لابن حاجة ونسخ الإخبار بإجابة الإخبار بنقيده إلى الخبر. وقيل يجوز إن كان على مستقبل يجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل لكن لم يقع وفاقا للشافعي. مسألة النسخ واقع عند كل مسلم وسماه بمسلم تخصيصا فقيل خالف فالخلف اللفظي والمختار أن نسخ حكم الأصل يبقى معه حكم الفرع وأن كل شرعي يقبل النسخ ومنع الغزالي ونسخ جميع التكاليف. والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة والإجماع على عدم الوقوع المختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حق وقيل يثبت بمعنى استقرار في الذمة لا الامتثال. أما زيادة على النص فليس بنسخ خلافا للحنفية ومثار والرفعة وإلى المأخذ يعود الأقوال المفصلات والفروع المعينة وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها. خاتمة. يتعين النسخ بتأخري وطريق العلم بتأخري الإجماع أو قول صلى الله عليه وسلم هذا نسخ وبعد ذلك أو كنت نايت عن كذا ففعل وهو النص على خلاف الأول أو قول الراوي هذا سابق ولا أثر لموافقة أحد النصين الأصل وثبوت إحدى الآيتين بعد الأخرى في المصحف وتأخر إسلام الراوي وقولي هذا ناسخ للناسخ خلافا لزاعميها. الكتاب الثاني في السنة على صاحب الصلاة والسلام. ويقول محمد صلى الله عليه وسلم وأفعال الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولا ولو صغيرة لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهوا وفاقا للأستاذ والشهرستاني والشهرستاني هنا وعياض والشافعي الإمام. فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل وسكوته بلا سبب ولو غيره مستبشرا على فعل مطلقا وقيل إلا فعل من يريه الإنكار وقيل إلى الكافر وإلى المنافق وقيل إلى الكافر غير المنافق دليل جواز الفعل وكذا لغيره خلاف للقاضي وفعل غير محرم من العصمة غير محرم للعصمة وغير مكروه للندرة وما كان جبلين أو بيانا ومخصصا به فواضح وفيما تردد بين جبلي وشرعي كالحج راكبا تردد وما سوى وأن علمت صفته فأمته مثله في الأصح صلى الله عليه وسلم وتعلم بنص وتسوية معلوم الجهات ووقوع بيانا وامتثال لدال وجوبنا وندبنا وباحا. ويخص الوجوب أماراته كالصلاة من أذن وكون ممنوعا لو لم يجب كالختان والحد والندب مجرد قصد القربة وكثير وإن جهلت فللوجوب وقيل للندب وقيل للإباحة وقيل بالوقف في الكل وفي الأولين مطلقا وفيما إن ظهر قصد القربة وإذا تعرض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول فإن كان خاصا به فالمتأخر ناسخ فإن جهل فثالث الأصح الوقف وإن كان خاصا بنا فلا معارضة فيه وفي الأمة المتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي فإن جهل التاريخ فثالث الأصح يعمل بالقول وإن كان عاما لنا ولو فتقدم الفعل أو القول الأول للأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرا فيه فالفعل تخصيص. الكلام في الأخبار المركب إمام ومل وموجود خلافا للإمام وليس موضوعا وإمام مستعمل والمختار أن موضوع الكلام ما تضمن من الكلام إسنادا مفيدا مقصودا ذاته. وقالت المعتزة أنه حقيقة في اللسان وقال الأشعري مرة في النفسي والمختار ومرة مشترك وإنما يتكلم الأصولي في اللسان فإن أفاد بالوضع طالبا فطلب ذكر ما يستفهام وتحصيلا وتحصيل الكف عن أمر ناهي ولو من ملتمس وسائل وإلا فما لا يحتمل منه الصدق والكذب تنبيه وإنشاء ومحتملهما الخبر وبقى تعريف كالعلم والوجود والعدم وقد يقال إنشاء ما يحصل مدلول في الخارج بالكلام والخبر خلاف وإما له خارج صدق أو كذب ولا مخرج له عنهما لأنه إما مطابق للخرج أو لا وقيل بالواسطة فالجاحظ إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه فالثاني فيما واسطة غير الصدق المطابقة الاعتقاد المبني طابق الخرج أو لا وكذب عدمه فالساذج واسطة والرائب الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد فإن فقد فمنه كذب وصف بما بجهتين ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا تبوتها وفقا للإمام خلافا للقرفي وإلا لم يكن شيء من الخبر كاذبا ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمن ليس غير كقائم في زيد بن عمرو قائم لا بنوة زيد ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا الشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط والمذهب بالنسب ضمنا والوكالة أصلا. مسألة الخبر إما وقوع بكذب كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلال وكل خبر أوهم بطل ولم يقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم وسبب الوضع نسيان أو افتراء أو غلط أو غيره ومن المقطوع بكذب على الصحيح خبر مدعي الرسالة
خاب المدعي نسأت بلا معجزة وبلا تصديق الصادق ومن نقب عنه ولم يوجد عند أهله وبعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول أحد فيما تتوفر الدواعي على نقل خلاف الرافضة وإما بصدقك خبر الصادق وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم المتواتر معناه لفظا وخبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس وحصول العلم آية اجتماع الشرائط ولا تكفي الأربعة وفق للقاضي والشفاعية وما زاد عليه صالح من ضبط وتوقف القاضي في الخمسة وقال الاستخري أقل وعشرة وقيل 22 و40 و70 و300 وبضعة عشر والأصح لا يشترط في إسلام ولا عدم احتواء بلد وأن العلم في ضروري وقال الكعبي والإمامان نظري وفسر الإمام الحرمين بتوقف على مقدمات حاصلة لا الاحتياج إلى النظر عقيبة وتوقف الأمدي ثم أخبر عن عيان فذاك وإلا فيشترط ذلك في كل طبقة وصحيح وثالث أن علمه لكثرة العدد متفق للقرائن قد يختلف فيحصل زيد دون عمل وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه وثالث ويدل إن تلقوا بالقبول وكذلك بقى خبر أن تتوفر الدواء على إبطال خلافا للزيدية وافتراق العلماء في القبر بين مؤوين ومحتج خنافا لقوم أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوا ولا حامل على سكوتهم صادق وكذا مغبر وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقليد والكذب خلاف المتأخر وقيل إن كان عن دنيا وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر ومن المستفيد والشائع عن أصل وقد يسمى مشهور وأقل اثنان وقيل ثلاثة مسألة خبر واحد لا يفيد العلماء لبقريته وقال أكثرنا مطلقا وأحمد يفيد مطلقا وأستاذه وابن فورك يفيد المستفيض علما نظريا ويفيد المستفيض علما نظريا مسألة يعني ما عمل به في الفتوى شهادة إجماعا وكذا سائر الأمور الدنيوية قيل سمعا وقيل عقلا وقالت الضالية لا يجب مطلقا والكرخي في الحدود يقوم في ابتداء النصب وقوم فيما عملوا أكثر بخلافه والملكة فيما عملوا للمدينة والحنفية فيما تعم به البلوى وخالفه رواية أو خالف رواية أو عارض القياس والثالث وفي معارض القياس إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر وجدت قطعا في الفرع لم يقبل أو ظن في الوقف وإلا قبل والجبائي لا بد من اثنين أو اعتضد وعبد الجبار لا بد من أربعة في الزنا مسألة المختار وفقا للسمعني وخلاف المتأخرين أن تجريب الأصل للفرع لا يسقط المروية ومن ثمن لو اجتمع في شهادة لم ترد وإن شك أو ظن والفرع جازم فأولى بالقبول وعليه الأكثر وزيادة عدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس وإلا فثالث والوقف والرابع إن كان غير لا يغفل مثلهم مثل عادة لم تقبل مختار فقل السمعين منع إن كان غير لا يغفل أو كانت تتوفر الدواء على نخلها فإن كان الساكت أبط وصرح بنفي الزيادة على وجنه قبل تعارض ولو رأى مرة وترك أخرى فكراويين ولو غيرت إعراب الباقي تعارض خلافا البصري والمنفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر وأسند وأرسل ووقف ورفع فكالزيادة وحث بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا أن يتعلق به وإذا حمل الصحابي وقيل أو التابعي مرويه على أحد محملين متنافيين فالظاهر حمله عليه وتوقفه إسحاق الشيرازي وإن لم يتنافيا فكالمشترك في حمل على معناه فإن حمله على غير ظاهر فالأكثر على الظهور وقيل على تأويل مطلقا وقيل إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الأصح مفتاحا فإن تحمل فبلغ فأدى قوبلا عند الجمهور ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالث وقال مالك إلا الداعية وما ليس بقيا خلافا الحنفية فيما يخالف القياس والمتساهل في غير الحديث وقيل يرد مطلقا والمكثر وإن ندرت مخالطة المحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسارقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق فلا يقبل المجهول باطنا والمستور خلافا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم وقال إمام الحرمين يقف ويجب الانكفاف من ذره والتحريم من الظهور يما المجهول ظاهر وبطل فمردود إجماعا وكذا مجهول العين فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة في الوجه قبول وعلى إمام الحرمين خلافا للصيرفي والخطيب وإن قال لا أتهم فكذلك وقال الذهبي ليس توثيقا ويقبل من أقدم جاهلا على مفسق مظنون أو مقطوع في الأصح وقد اضطرب في الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه وقيل ما في حد وقيل ما نص الكتاب على تحريمه وجب في جنس حد وقال الأستاذ والشيخ الإمام كل ذنب ونفي الصائر والمختار فاق الإمام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة كالقتل وزنا والوط وشرب الخمر ومطلق المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور من الفرجة وقطعة الرحم والعقوق والفرار وملية وخيانة
وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة والتأخير والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسب الصحابة رضي الله عنهم وكتمان الشهادة والرشوة والدياسة والقيادة والسعة ومنع الزكاة وياسر الرحمة وأمن المكر والضرار ولحم الخنزير وميتة وفطر رمضان والغلول والمحاربة والسحر والربا وإدمان الصغيرة. مسألة: الإخبار عن عام لا ترافع في رواية وخلافه الشهادة. أشهد إنشاء تضمن الإخبار لا محض إخبار أو إنشاء المختلف وصيغ العقود كبعت إنشاء خلاف لأبي حنيفة. قال القاضي: يثبت الجرح والتعديل واحد ما قيل في الرواية فقط قيل لا فيما قال القاضي يكفي الإطلاق فيما قيل يذكر سببهما. وقيل سبب التعديل فقط عكس الشافعي والمختار في الشهادة. وأما الرواية فالمختار يكفي الإطلاق إذا عرف مذهب الجرح وقول الإمام يكفي إطلاقهما العالم بسببهما. هو رأي القاضي لا تعديل وجرح إلا من العالم إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم والجرح مقدم إن كان عادل الجارح أكثر من المعدل يجمع وكذا إن تساوي وكان الجرح أقل. وقال ابن شعبان يطلب الترجيح من التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة حكم مشترط العدالة بالشهادة كذا عمل العالم في الأصح والرواية من لا يروي إلا العدل وليس من الجرح يترك العمل بمرويه والحكم بمشهود والحد في شهادة الزنا ونحو النبيذ ولا تدلس تسمية غير مشروط. قال ابن السمعاني إلا أن يكون بحيث لو سئل لم يبينه ولا بعطاء شخص اسم آخر تشبيها كقولنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبية تشبيها بالبهقي يعني الحاكم ولا بها من لقي والرحلة. أما مدلس المتون فمجروح. مسألة: الصحابي رضي الله عنه صحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي ولم يطل بخلاف التابعي مع الصحابي وقيل اشترطان وقيل أحد وما قيل الغزو أو سنة. ولو ادعى المعاصي العدل الصعبة قوبل وفقر القاضي والأكثر العادات الصحابة رضي الله عنهم قيلهم كغيرهم وقيل إلى قتل عثمان وقيل إلا من قاتل علي رضي الله عنه. مسألة: المرسل قول غير الصحابي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم احتج به أبو حنيفة ومالك والأحمدي مطلقا وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل ثم هو أضعف من المسند خلاف القوم والصحيح رد وعلي الأكثر منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم وأهل العلم بالأخبار فإن كان لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب قوبل أو مسند فإن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كقول الصحابي أو فعلي أو الأكثر أو إسنادا أو إرسالا أو قياسا أو انتشارا أو عمل العاصي كان مجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا منضم فإن تجرد ولا دليل سواه فالأظهر الانكفاف لأجله مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف. قال الماوردي نسي اللفظ وقيل إن كان موجب علما وقيل بلفظ مرادف وعلي الخطيب ومنع ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. مسألة: الصحيح يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كذا عن علي وكذا عن على الأصح وكذا سمعته وأمر ونهى أو أمرنا أو حرم وكذا رخص في الأظهر والأكثر. ويحتج بقوله من السنة فكنا معاشر الناس أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم كان الناس يفعلون فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. خاتمة: مستند غير الصحابي رضي الله عنه قراءة الشيخ إملاء وتحديثا فقراءته عليه فسمعوا فالمناولة مع الإجازة فالإجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسله فالمناولة فالإعلام فالوصية فالوجازة ومنع الحبي وأبو الشيخ والقاضي حسين والمورد والإجازة والعامة من والقاضي أبو الطيب من نسل زيد وهو الصحيح والإجماع على من يوجد مطلقا والفاظ الرواية من صنع المحدثين. الكتاب الثالث في الإجماع وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أيام كان فعلم اختصاصه بالمجتهدين واتفاق واعتبر قوم اتفاق العوام مطلقا وقوم في المشهور بمعنى إطلاق أن الأمة اجتمعت لافتقار الحجة لهم خلافا للأمذية وآخرون الأصولية في الفروع وبالمسلمين فخرج من نكفره بالعدول إن كانت العدالة ركن وعدم إن لم تكن وثالثه بالفاسق يعتبر في حق نفسه ورابع إن بين ما أخذ وأنه لا بد من الكل وعليه الجمهور وثانيا يضر الاثنان وثالث والثلاثة ورابع بالغ عدد التواتر خامس ساغ الاجتهاد في مذهب وسادس وفي أصول الدين وسابع لا يكون إجماعا بل حجة أنه لا يختص بالصحابة رضي الله عنهم خلف الضالية وعدم انعقاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأن التابعين المجتهد معتبر معهم فإن نشأ بعد فعلى الخلاف في انقراض العصر وأن إجماع كل من من أهل المدينة وأهل البيت والخلفاء الأربعة والشيخين وأهل الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبسط غير حجة وأن من قول بالأحاد حجة وصحيح في الكل وأنه لو اشترط عدد التواتر يخالف إمام الحرمين وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به وهو المختار وأن انقراض العصر لو اشترط وخالف أحمد وابن فورك وسليم فشرط انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم أقوال اعتبار العامية والنادر وقيل يشترط في السكوت وقيل إن كان فيه مهلة وقيل إن بقي منهم كثير وأنه لا يشترط تمدي الزمن وشرطه إمام الحرمين في الظن وأن إجماع السابقين غير
حجة، والأصح أنه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوع مطلقا أو الخفي، وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز، وهو من أحاديث بعده وما بعده منهم، فمنعه الإمام وجواز الأمدي مطلقا، وقيل إلا أن يكون مسندهم قاطعا وموت المخالف قيل كالاتفاق، وقيل لا، وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إن طال الزمان، وأن التمسك بقل ما قيل حق، أما السكوتي فثالث وحجة لا إجماعا، ورابع بشرط الانقراض. وقال ابن أبي هريرة إن كان فتيا وأبو إسحاق المرازي عكسه وقوم إن وقع فيما يفوت استدراكه، وقوم في عصر الصحابة رضي الله عنه، وقوم إن كان الساكتون أقل، والصحيح حجة. وفي تسمية إجماع خلف لفظي وفي كون إجماع حقيقة تردد مثار، وأن السكوت المجرد عن إمارة عن أمارة أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية، وصورة السكوت هي يغلب ظن الموافقة. وكذا الخلاف فيما لم ينتشر، وأنه قد يكون في دنيوي وديني وعقل لا تتوقف صحته عليه، ولا يشترط فيه إمام معصوم، ولا بد له من مستند، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى، وهو الصحيح في الكل مسألة. الصحيح إمكانه أن حجة الشرع وأن قطع حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوت، وما نذر مخالف. وقال الإمام الأيمدي والآمدي ظني مطلقا، وخرقه حرام، فعلم تحريم وإحداث ثالث والتفصيل إن خرقا، وقيل خارقان مطلقا، وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخلق، وقيل لا، وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا، والصحيح الاتفاق على جهل ما لم تكلف به على الأصح لعدم الخطأ. وفي انقسام فرقتين كل مخطئ في مسألة تردد المثار، هل أخطأت وأنه لا يجمع يضاد إجماعا سابقا خلافا للبصري، وأنه لا يعارض دليل إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون، وأن موافقته خبرا لا تدل على أنه عنه، بل ذلك الضار إن لم يوجد غيره. خاتمة. جاحد المجمع عليه المعلوم الذي بضروره كافر قطعا، وكذا مشهور منصوص في الأصح، وفي غير منصوص تردد، ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا. الكتاب الرابع في القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواة في علة حكم عند الحامل، وإن خص بالصحيح حذف الأخير، وهو حجة من الأمور الدنيوية. قال الإمام اتفاقا ومائر، فمنع قوم عقلا، وابن حزم شرعا، وداود غير الجلي، وابو حنيفة في الحدود والكفرة والرخص والتقديرات، وابن عبدان ما لم يضطر إليه، وقوم في الأسباب والشروط والموانع، وقوم في أصول العبادات، وقوم في الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه كضمان الدرك، وآخر في العقلية، وآخر في النفي الأصلي، وتقدم قياس اللغة، والصحيح حجة إلا في العادية والخلقية، وإلا في كل الأحكام، وإلا القياس على منسوخ خلافا للمعممين، وليس النص على علة، ولو في الترك أمرا بالقياس خلافا للبصري. والثالث والتفصيل. وأركان أربعة: الأصل، ومحل الحكم المشبه به، وقيل الدليل، وقيل حكمه، ولا يشترط دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه خلاف لزاعميهما. العلة سقطت التاء من مضمونة. الثاني: حكم الأصل، ومن شرطه ثبوت بلا القياس قيل والإجماع، وكونه غير متعبد في بالقطع وشرعيا إن استلحق شرعيا، وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل مطلقا، وأن لا يعدل عن سنن القياس، ولا يكون دليل حكم شامل الحكم الفرع، وكون الحكم متفقا عليه قيل بين الأمة، والأصح بين الخصمين، وأنه لا يشترط اختلاف الأمة، فإن كان الحكم متفقا بينهم ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبل خلافا للخلافيين، ولو سلم العلة فأثبت المستدل وجودها، وسلمه المناظر انتهض الدليل، فإن لم يتفق على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه ثم إثبات العلة فالأصح قبوله، والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة. الثالث: الفرع، وهو المحل المشبه، وقيل حكمه، ومن شرطه وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم، وتقبل المعارضة فيه بمقتضي نقيض أو ضد لا خلاف الحكم على المختار، والمختار قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإمام إليه في الدليل، ولا يقوم القطع على خلاف وفاقا، ولا خبر واحد عند الأكثر، وليساوي الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، فإن خالف فسد القياس. وجواب المعترض بالمخالفة بيان الاتحاد، ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز الدليلين، ولا بمخالف إلا لتجربة النظر، ولا متقدما على حكم الأصل، وجواز الإمام عند دليل آخر، ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا انتفاء.
ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق خلاف الغزلي والأمدي. الرابع العلة، قال أهل الحق المعرف، وحكم الأصل ثابت بإعلام النص خلاف الحنفية، وقيل المؤثر بذاته، وقال الغزلي بإذن الله، وقال الأمدي الباعث عليه، وقد تكون دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين وصفا حقيقيا، وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا او عرفيا مضطردا، وكذا في الاصح لغويا او حكما شرعيا، وثالث وان كان معلول حقيا او مركبا، وثالث ولا يزيد على خمس من شروط الالحاق بها، اشتمال على حكمه تبعث على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطه الحكم، ومن ثم كان مانع وصفا وجوديا ان يخل بحكمتها وان تكون ضابطا لحكمه، وقيل يجوز كونها نفس الحكمه، وقيل ان انضبطت والا تكون عدما في الثبوت وفاقا للامام، والا تكون عدما في الثبوت وفاقا للامام، وخلافا للامدي والاضافي وعدمي، ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، فإن قطع بانتفاء في صورة ما قال الغزالي وابن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة، وقال الجدلي لا، والقاصرة من عاقب مطلقا، والحنفية إن لم تكن بنص أو إجماع، والصحيح جوازها، وفائدتها معرفة المناسبة ومنع الحق وتقوية النص، قال الشيخ الإمام، وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، ولا تعدي لا عند كونها محل الحكم أو جزء أو الخاص أو وصفه اللازم، ويصح التعليل مجرد الاسم اللقب وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي وخلافا للإمام، أما المشتق فهو وفاقا، وأما نحو الأبيض فشبه صوري، وجوز الجمهور التعليل بعلتين، وادعى وقوع وابن فورك والامام في المنصوص دون المستنبطه، ومنع امام الحرمين شرعا مطلقا، ويجوز في التعاقب، وصحيح القطع بامتناع عقلا مطلقا للزوم المحال من وقوع كجمع النقيضين، والمختار وقوع حكمان بعله نسبه كالسرقه للقطع والغرم، ونفيا كالحيض للصوم والصلاه وغيرهما، والثالث وان لم يتضاد، ومن الا يكون متاخرا ثبوتها عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوم، ومن الا تعود على الاصل بالابطال، وفي عوده بالتخصيص الى التعميم قولان، والا تكون المستنبطه معارضه بمعارض في الموجود في الأصل، قيل ولا في الفرع، ولا تخالف نصا وإجماعا، ولا تتضمن زيادة عليه، نفت الزيادة مقتضى وفقا للأمدي، وأن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك، ولا تكون أصلا مقدرا وفقا للإمام، ولا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومي أو خصوصي على المختار، والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي، ولا القطع بوجودها في الفرع، أما انتفاء المعارض في مبني على التعليل بعلتين، والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير منافر، ولكن يؤول إلى الاختلاف مع الكلف البر لا ينافي، ويؤول إلى الاختلاف في التفاح، ولا يلزم معترضا نفي الوصف عن الفرع، وثالث وإن صرح بالفرق ولا يبدأ وأصلا على المختار والمستدل للدفع بالمنع والقطع وبالمطالبة بالتأثير أو الشبه، إن لم يكن سبرا وبيان استقلال ما عدا في صورة ولو بضائر عام، إذا لم يتعرض للتعميم، ولو قال ثبت حكمه عن انتفاء وصفك لم يكفي، إن لم يكن معه وصف مستدل وقيل مطلقا، وعندي أنه ينقطع الاعتراف ولعدم الانعكاس، ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع، وزادت فائدة الإلغاء ما لم يغي مستدل الخلف بغير دعوى قصوري أو دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى خلافا لمن زعمهما إلغاء، ويكفي رشحان وصف المستدل بناء على منع التعدد. وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وإن اتحد ضابط الأصل والفرع، فيجاب ويحث في خصوص الأصل عن الاعتبار، وأما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط فلا يلزم وجود المقتضي وفاقا للإمام وخلافا للجمهور. مسالك العلة، الأول الإجماع، والثاني النص الصريح مثل العلة كذا، فلسبب فمن أجل فنحو كي وإذا، والضار كلام ظاهرة في مقدرة النحو، وإن كان كذا فالباء فالفاء في كلام الشارع فالراوي الفقيه فغيره، ومن وإن وإذ وما مضى في الحروف، الثالث الإيماء واقتران وصف الملفوظ، قيل أو المستنبط بحكم ولا مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره، كان بعيدا كحكم بعد سماع وصف، وكذا ذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد، وكتفريق بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما أو بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك، وكترتيب حكم على الوصف وكمنع مما قد يفوت المطلوب، ولا يشترط مناسبة الموم إليه عند الأكثر. الرابع السبر والتقسيم، وهو حصر أوصافه الأصل وإبطال ما لا يصلح، فيتعين الباقي، ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد، هو الأصل عدو ما سواها، والمجتهد يرجع إلى ظني، فإن كان الحصول إبطال قطعيا فقطعي، وإلا فظني، وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالث وإن أجمع على تعليل ذلك الحكم عليه إمام الحرمين، ورابع للناظر دون المناظر، فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطال، قد اتفق على الإبطال ما عدا وصفين، فيكفي المستدل الترديد بينهما، ومن طرق الإبطال بيان أن الوصف طرد، ولو في ذلك الحكم كالذكورة والأنوثة في العتق، ومنها لا تظهر مناسبة المحذوف الحكم، ويكفي قول المستدل بحثت فلم أجد موهما مناسبة، فإن ادعى المعترض أن المستبقى كذلك فليس المستدل بيان مناسبته، لأنه انتقال، ولكن يرجح سبرا بموافقة التعدية الخامس المناسبة والإخارة، ويسمى استخراج وتخريج المناط وتعين العلة ببداية مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القواعد حكى الإسكان، ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر،
بعدم ما سواه بالسبب والمناسب الملائم ليفعل العقلاء عادة وقيل ما يجب نفعا ويدفع ضررا. وقال أبو زيد ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول وقيل أصل ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشيء من حصول مصلحة ودفع مفسدة. فإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازم هو والمظن وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا كالبيع والقصاص. وقد يكون محتملا سواء كحد الخمر ونفي وأرجح كنكاح الآيسة التوالد والأصح وجواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر المترفه. فإن كان فائتا قطعا فقالت الحنفية يعتبر ولا صح ولا يعتبر سواء ما لا تعبد فيك لحق نسب المشرقي بالمغربية وما في تعبد كاستبراء جارية اشترى بائع في المجلس والمناسب ضروري فحاجين فتحسين والضروري كحفظ الدين فالنفس فكحفظ الدين فالنفس والعقل فالنسب فالمال والعرض ويلحق به مكمل كحد قليل مسكر والحاجي كالبعير فالإجارة. وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل ومكمله كخير البيع والتحسين وغير معارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة والمعارض كالكتابة ثم المناسب وإن اعتبر بنص وإجماع عين الوصف عين الحكم في المؤثر. فإن لم يعتبر بما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسي في جنسي في الملائم وإن لم يعتبر فإن دل الدليل على الإلغاء فلا يعلل به وإلا فهو المرسل وقد قبله مالك مطلقا وكاد إمام الحرمين يوافق مع مناداتي عليه بالنكير ورده الأكثر مطلقا. وقوم في العبادات وليس من مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنها مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق قطعا. واشترط الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به قال والظن القريب من القطع كالقطع. مسألة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية خلافا للإمام. السادس السبع منزلة بين المناسب والطرد. وقال القاضي والمناسب والتبع ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة إجماعا فإن تعذرت فقال الشافعي حجة. وقال الصيرفي والشيرازي مردود على قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة. ثم الصوري وقال الإمام المعتبر حصول مشابهة العلة حكمها ومستلزمها أو مستلزيمها. السابع الدورة وأن يوجد الحكم عند وجود وصف وإن عدم وعند عدم قيل لا يفيد وقيل قطعي والمختار وفقا الأكثر ظني ولا يلزم مستدل بيان فيما هو أولى منه. فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية وإن كان متعديا الفرع ضر عند مانع العلتين أو إلى فرع آخر طلب الترجيح. الثامن الطرد ومقارنة الحكم الوصف والأكثر على رده. قال العلماء هنا قياس المعنى مناسب والشبه وتقريب والطرد تحكم. وقيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع فادى عليه الإمام وكثير وقيل تكفي المقارنة في صورة. وقال الكرخي يفيد المناظر دون الناظر. التاسع تنقيح المناطق وأن يدل ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوص عن الاعتبار بالاجتهاد وينط بالعامة وتكون أوصاف فيحذف بعضها وينط بالباقي. أما تحقيق المناطق فإثبات العلة فيها حادث وهي كتحقيق أن النباش سارق وتخريجه مر. العاشر إلغاء الفارق كالحاق اللامة بالعبد في السراية وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب الشبه إذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين وجهة المصلحة. خاتمة ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساد دليل علية على الأصح فيهما القوادح. من تخلف الحكم على العلة وفاقا للشافعي وسموا النقض. وقالت الحنفية لا أقدح وسموا تخصيص العلة وسموا تخصيص العلة وقيل لا في المستنبطة وقيل العكس وقيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط وعليه أكثر فقهائنا وقيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالآراء وعليه الإمام وقيل يقدح في الحاضرة وقيل في المنصوصة إلا بضال عام والمستنبطة إلا لمانع أو فقد شرط. وقال الأمدي إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء وكانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح. والخلاف معنوي لا لفظي خلافا لمن حاجة ومن فروع التعليل بعلتين والانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة وغيرها. وجوابهم من وجود العلة وانتفاء الحكم إن لم يكن انتفاء مذهب المستدل. وعندما يرى موانع بيان وليس المعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر الانتقال. وقال الأمدي ما لم يكن دليل أولى بالقدح ولو دل على وجود موجود في محل النقد ثم منع وجودها فقال ينتقد دليلك. فالصواب أنه لا يسمع الانتقال من نقد العلة إلى نقد دليلها وليس له استدلال على تخلف الحكم. وثالث وإن لم يكن طريق أولى ويجب الاحتراز من على المناظر مطلقا على الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور وقيل يجب مطلقا وقيل إلا في المستثنيات مطلقا. ودعا صوت معينة أو مبعمة أو نفية ينتقض بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس. ومنها الكسر قادح على الصحيح لأنه نقد المعنى وإسقاط وصف من العلة إما معرفة ذلك ما يقال في الخوف صلاة يجب قضاءه فيجب أداء وكلام فيعترض بأن خصوص صلاة من غير فليبدل بعبادة
ثم ينقض بصوم الحاضر أو لا يبدل فلا يبقى علة إلا يجب قضاءه، وليس كل ما يجب قضاءه يؤدي دليله الحائض، ومن العكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فإن ثبت مقابله فأبلغ وشهيد قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو وضع في حرم لكان عليه وزر، فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. في جواب آيات أحد وشهوته له فيها أجر. وتخلفه قادح عند منع علتين، ونعني بانتفاء انتفاء العلم والظن، إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، ومن عدم التأثير أي إن الوصف لا مناسبة فيه، ومن ثم اختص بقياس المعنى وبالمستنبطة المختلف فيها، وهو أربعة: في الوصف بكونه تقضيا، وفي الأصل مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء، فيكون الأثر الكوني غير مرئي، فإما غير مرئي فإن العجز عن التسليم كاف، وحصل معارضته في الأصل وفي الحكم هو أضرب، لأنه إما لا يكون لذكر فآيات كحول في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان كحربية، ودار الحرب عندهم ترضي فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان أوجب وإن لم يكن في دار الحرب، وكذا من نفى فيرجع الأول لأنه يطلب بتأثير كونه في دار الحرب، أو يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمال بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدم معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقول لم يتقدم معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكر ألا ينتقض بالرجم أو غير ضرورية، فإن لم تغتفر الضرورية لم تغتفر إلا فتردد، مثال جمعة صلاة مفروضة لم تفتقر إلى إذن إمامك الظهر، فإن مفروضة حشو إذ لو حذف لم ينتقض بشيء، لكنه ذكر تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينه وإذ الفرض بالفرض أشبه. الرابع: الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفر فلا يصح كما لو زوجت، وهو كالثاني إذ لا أثر للتقييد بغير كفر، ويرجع إلى المناقشة في الفرض وتخصيص بعض صور النزاع بإحجاج، والأصح جواز، والثالث وبشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه من القلب ودعوى، أنما استدل به في المسألة على ذلك الواجب عليه لا له إن صح، ومن ثم أمكن معه تسليم صحته، وقيل وتسليم للصحة مطلقا، وقيل إفساد مطلقا على مختلف، مقبول معارضة عند التسليم قادح عند عدم يقين شاهد زور لك وعليك. وقسم الأول لتصحيح مذهب المعترض إما مع الطريق مذهب المستدل صحيح، كما يقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء، فيقال عقد فيصح كالشراء أولى، مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة، فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. الثاني لإبطال مذهب المستدل بالصراحة: عضو وضوء فلا يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه، فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه أو بالالتزام، عقد معوضة فيصح مع الجار بالمعوض كالنكاح، فيقال فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح، ومنه خلافا للقاضي قلب المساواة مثل طهارة بالماء ومثل طهارة بالماء، فلا تجب فيها النية كالنجاسة، فتقول فيستوي الجامد ومائعها، فيستوي الجامد ومائعها كالنجاسة، ومن القول بالموجب يشهد ولله العزة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في جواب: لا يخرج من الأعز منها الأذن، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع، كما يقال في المثقن: قتل بما يقتل غالبا، فإن في القصة سقي الإحراق، فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لما قلت يقتضي، وكما يقال التفوت في الوصية لا يمنع قصصك المتوسل إليه، فيقال مسلم، ولا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع وجود الشرائط المقتضي والمختار تصديق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي. ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشروعة مخافة المنع، فيرد القول بالموجب. ومن القدح في المناسبات وفي صلاحية إفضاء الحكم المقصود في الانضباط والظهور وجوابها بالبيان، ومن الفرق وراجع إلى المعارضة في الأصل والفرع، وقيل إليهما والصحيح أنه قادح، وإن قيل إنه سؤالان، وأنه يمتنع تعدد الوصول للانتشار وإن جوز علتان، قال المجيزون: ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى، والثالث وإن قصد الحق بمجموعة، ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد قولان، ومن فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كتلقي التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي، مثل قتل جناية عظيمة. القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة، ومن كون الجامع ثابت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم وجوابهما بتقرير كونه كذلك، ومن فساد الاعتبار بأن يخالف النص أو إجماع هو عموم فساد الوضع، ولو تقديم على المنوعات وتأخير وجوابه الطعن في سنده أو المعارضة أو منع ظهوره أو التوهين، ومنها منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، والأصح قبول وجوابه بإثباته، ومنه منع وصف العلة كقولها في إفساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فواجب اختصاصها به كالحد،
فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه، وجوابه تبين اعتبار الخصوصية، وكأن المعترض ينقح المناط والمستدل يحقق ومنع حكم الأصل، وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب ثالث. وقال الأستاذ إن كان ظاهرا، وقال الغزالي يعتبر عرف مكان. وقال أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع، فإن دل عليه لم ينقطع المعترض على مختلف له أن يعود ويعترض، وقد يقال لا نسلم حكم الأصل سلمنا، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه سلمنا، ولا وسلمنا، ولا نسلم أنه معلل سلمنا، ولا نسلم أن هذا الوصف علة سلمنا، ولا نسلم وجوده فيه سلمنا، ولا نسلم أنه متعد سلمنا، ولا نسلم وجوده في الفرع سلمنا. فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق، ومن ثم عرف جواز إيراد المعارضة من نوع وكذا من أنواع، وإن كانت مرتبة يستدعي تاليها تسليم متلوه، لأن تسليمه وتقديره وثالثه التفصيل. ومن اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع، وجوابه بأن القدر المشترك وبأن الإفضاء سواء، لا إلغاء التفاوت، والاعتراضات راجعة إلى المنع ومقدمة، والاستفسار وطلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال. والأصح أن بيانهم على المعتاد، ولا يكلف بيان تساوي المحامل، ويكفي أن الأصل عدم التفاوت، فيبين المستدل عدمهما أو يفسر اللفظ بمحتمل وقيل وبغير محتمل، وفي قبول دعوى والظهور في مقصد دفعا للإجمال عدم الظهور في الآخر خلاف. ومن التقسيم هو كون اللفظ مترددا بين أمرين، أحدهما ممنوع ومختار ورود، وجواب أن اللفظ موضوع ولو عرفنا وضائل وبقرينة في المراد، ثم المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل، إما قبل التمام مقدمة منه أو بعده، والأول إما مجرد أو مع المستند، كلا نسلم كذا ولما لا يكون كذا، وإنما يلزم كذا لو كان كذا، والمناقضة، فإن احتاج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمع المحققون. والثاني إما مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه فالنقد الإجمالي، أو مع تسليمه والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة، فيقول ما ذكرت وإن دل فعندما ينفيه وينقلب مستدلا. وعلى الممنوع الدفع بدليل، فإن منع ثانيا فكما مر. وهكذا وهلما إلى إفحام المعلل إن قطع بالمنوع أو إلزام المانع إن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور. خاتمة. القياس من الدين، والثالث حيث يتعين، ومن أصول الفقه خلافا لإمام الحرمين وحكم المقيس. قال السمعي يقال إنه دين الله وشرع، ولا يجوز أن يقال قاله الله، ثم القياس فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج إليه وهو جلي وخفي. فالجلي ما يقطع في بنفي الفارق أو كان احتمالا ضعيفا، وخفي خلافه. وقيل الجلي هذا، والخفي الشبه والواضح بينهما، وقيل الأولى والواضح المساوي، والخفي الأدون. وقياس العلة ما صرح فيه بها، وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها، والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق. الكتاب الخامس في الاستدلال، وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، فيدخل الاقتراني والاستثناء وقياس العكس. وقولنا الدليل يقتضي أن لا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل، وكذا انتفاء الحكم الانتفاء مدرك، كقولنا الحكم يستدعي دليلا وإلا لازم تكليف الغافل، ولا دليل بالسبر أو الأصل، وكذا قول موجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط خلافا للأكثر. مسألة الاستقراء بالجزئية على كل، إن كان تاما أي بكل إلا صورة النزاع فاقطعون عند أكثر أو ناقصاً بأكثر الجزئيات فالظنين، ويسمى الحق الفرض من الأغلب. مسألة قال علماؤنا استصحاب العدم الأصلي والعمومي أو النص إلى ورود المغير، ومدى الشرع على ثبوت الوجود السبب حجة مطلقة، وقيل في الدفع دون الرافع، وقيل بشرط أن لا يعارض ظاهر مطلقاً، وقيل ظاهر وغالب، وقيل مطلقاً، وقيل ذو سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيراً، واحتمل كون التغير به، والحق سقوط الأصل إن قرب العهد واعتماده إن بعد، ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، في محل الخلاف خلافا زني وصيرفي وابن سريج ونامدي، فعرف أن الاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوت في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير، أما ثبوت في الأول لثبوت في الثاني فمقلوب، وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت، فيقتضي استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك، فدل على أنه ثابت. مسألة لا يطالب النافي بالدليل إن الداعي المن ضروريا، وإلا فيطالب به في الأصح، ويجب الأخذ بأقل المقول قد مروا، ولا يجب بالأخف أو الأثقل فيه، أو لا يجب شيء. أقوال. مسألة اختلف، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبدا قبل النبوة بشرا، واختلف المثبت، وقيل نحن وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وأما ثبت أنه شر أقوال، والمختار الوقف تأصيلا وتفريعا وبعد النبوة المنع. مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده الصحيح، أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الشيخ الإمام إلا أموالنا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. مسألة الاستحسان قال بها أبو حنيفة وأنكر البخل، وفصل بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عن عبارته، ورد بأنه إن تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس أقوى لا خلاف فيه أو عن الدليل إلى العادة، ورد بأنه إن ثبت أنه حق فقد قام دليله أو إلا ردت، فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع، أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والحط في الكتابة.
أول خط في الكتابة ونحوهما فليس منه مسألة. قال الصحابي: على صحابي غير حجة وفاقا وكذا على غيره. قال الشيخ: الإمام إلا في التعبد وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، وقيل حجة فوق القياس، فإن اختلف صحابيان فكدليلين، فإن اختلف صحابيان فكدليلين، وقيل دونه في تخصيص العموم قولان، وقيل حجة إن انتشر، وقيل إن خلف القياس، وقيل إن انضم إليه قياس تقريبا، وقيل قول الشيخين فقط، وقيل الخلفاء الأربعة عن الشافعي، عن الشافعي إلا علينا إما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلي دليل لا تقليد، أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليد. مسألة: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له صدري، يثلج له صدري، يخص به الله تعالى بعض أصفيائه، يخص به الله تعالى بعض أصفيائه، وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره خلافا لبعض الصوفية. خاتمة. قال القاضي حسين مبنى الفقه: على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. قيل: والأمور بمقاصدها. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. يمتنع تعادل القاطعين وكذا الأمارتين في نفس الأمر على الصحيح، فإن توهم التعادل في التخير أو التساقط أو الوقف أو التخير في الواجبة والتساقط في غير أقوال، وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله فالمتأخر قوله، وإلا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه، وإلا فهو متردد. ووقع الشافعي في 14 مكانا ودليل علو شأنه علما ودينا. ثم قال الشيخ أبو حامد المخالف وأبي حنيفة: منهما أرجح من موافقه. وعكس القفال: والأصح الترجيح بالنظر، فإن وقف فالوقف، وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله، فهو قول المخرج فيه على الأصح، والأصح لا ينسب إليه مطلقا بل مقيدا، ومن معارضة نص آخر للنظير تنشأ الطرق. والترجيح تقوية أحد الطريقين، والعمل بالراجح واجب. وقال القاضي: إنما رجح ظن إذا ترجيح بظن عنده. وقال البصري: إن رجح أحدهما بالظن فالتخير، ولا ترجيح في القطعية لعدم التعارض، والمتأخر ناسخ وإن نقل المتأخر. وإن نقل المتأخر بالأحد عمل به لأن دوامه مظنون، ولا صح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة، وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، ولو سنة قابل كتاب، ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما. فإن تعذر وعلم المتأخر فناسخ، وإلا رجع إلى غيرهما. وإن تقارن فالتخير، وإن تعذر الجمع والترجيح، وإن جهل التاريخ وأمكن النسخ رجع إلى غيرهما، وإلا يخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح، فإن كان أحدهما أعمى فكما سبق. مسألة: ورجح بعلو الإسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه ورعيه وضبطه وفطنته، ولو رأى المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدلته وكونه مزكا بالاختبار أو أكثر مزكين ومعروف النسب، قيل ومشهورا وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السابق والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق الرواية وسماع من غير حجاب وكوني من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، وذكرا خلافا الأستاذ وثالث وفي غير أحكام النساء، وحرا ومتأخرا الإسلام، وقيل متقدم ومتحملا بعد التكليف، وغير مدلس وغير ذي اسمين، ومباشر وصاحب الواقعة وراوي باللفظ ولم ينكره راوي الأصل، وكونه في الصحيحين والقول كالفعل والقول فالفعل فالتقرير فالفصيح إلى زائد الفصاحة على الأصح، والمشتمل على زيادة، والوالد بلغة قريش، والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والمذكور فيه الحكم مع العلة، والمتقدم في ذكر العلة على الحكم، وعاكس النقشواني، وما فيه تهديد أو تأكيد، وما كان عموما مطلقا على ذي السبب إلا في السبب والعام الشرطي على النكرة المنفية على صح، وعلى الباقي والجمع المعرف على ما ومن، والكل على الجنس المعرف الاحتمال العد. قال: وما لم يخص عندي عكسه، ولا قل تخصيصه، والاقتضاء على الإشارة والإيماء، ويرجحان على مفهوم والموافقة على المخالفة، وقيل عكسه، والناقل عن الأصل عند الجمهور، والمثبت على النفي، وثالث وسواء ورابع إلا في الطلاق والعتاق، إلا في الطلاق والعتاق والنهي على الأمر والأمر على الإباحة، والخبر على الأمر والنهي، وخبر الحاضر على الإباحة، وثالث وسواء والوجوب والكراءة على الندب والندب على المباح في الأصح ونافي الحد خلافا لقوم، والمعقول معنى والوضعي على تكليفه الأصح، والوضعي على تكليفه في الأصح، والموافق دليلا آخر، وكذا مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة هو الأكثر في الأصح، وثالثها في موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض، وربع إن كان أحد الشيخين مطلقا، وقيل إلا أن يخالفهما معاذ في الحلال والحرام أو زيد في الفرائض ونحوهما. قال الشافعي: وموافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلين، ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلين، والإجماع على النص، والإجماع صحابة رضي الله عنهم على غيرهم،
وإجماع الكل على ما خلف فيه العوام، والمنقرض عصره ما لم يسبق بخلاف على غيرهما، وقيل المسبوق أقوى، قيل سواء، والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة. وثالث وتقدم السنة لقوله لتبين، ويرجع القياس بقوة الدليل لحكم الأصل وكوني على سنن القياس أي فرعه من جنس أصلي، والقطع بالعلة أو الظن الأغلب وكون مسلكها أقوى، وذات أصلين على ذات أصل، وقيل لا، وذاتية على حكمية، وعكس السمعاني لأن الحكم بالحكم أشبه، وكون أقل أوصافا وقيل عكسه، والمقتضية احتياطا في الفوض، وعامة الأصل المتفق على تعليل أصلي والموافقة للأصول أو للأصول، والموافقة للأصول أو الموافقة الأصول، والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، قيل والموافقة علة أخرى إن جوز علتان، وما ثبتت علة بالإجماع فالنص القطعيين فالظنيين فالإيماء فالسبري، فالإيماء فالسبري في المناسبة فالشبع فالدوران، وقيل النص في الإجماع، وقيل الدوران في المناسبة وما قبل وما بعد، وقياس المعنى على الدلالة وغير المركب عليه قبل، وعكس الأستاذ والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجدي فالعرفي فالشرعي الوجدي فالعدمي البسيط فالمركب والبعض بعثة على الأمارة والمطلدة المنعكسة ثم المطلدة فقط على المنعكسة فقط. وفي المتعدية والقصرة أقوال ثالثة سواء، وفي الأكثر فروعا قولان، والأعرف من الحدود السمعية على الأخفى، والذاتي على العرضي والصريح والأعم، وموافقة نقل السمع واللغة ورجحان طريق اكتسابه، والمرجحات لا تنحصر والمرجحات لا تنحصر ومثار وغلبة الظن وسبق كثير فلم نعده. الكتاب السابع في الاجتهاد. الاجتهاد استفراء الفقيه وسعى لتحصيل ظن بحكم، والمجتهد الفقيه والبالغ العقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلومة، وقيل العقل نفس العلم، وقيل ضروري فقيه النفس وأنكر القياس، وثالث وإلى الجلي العارف بدليل العقل والتكليف به ذو الدرجة الوسطى لغة عربية وأصولا وبلاغة متعلقة الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون. وقال الشيخ الإمام هو من هذه العلوم ملكة له أحاط بمعظم قواعد الشرع وما رسى بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. ويعتبر قال الشيخ الإمام له قواعد الاجتهاد لكون صفة في كونه خبيرا من مواقع الإجماع لا يخلقه والناسخ والمنسوخ لأسباب النزول وشرط المتواتر والأحاد والصحيح والضعيف وحال الرواة وسير الصحابة رضي الله عنهم يكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك، ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه وذكورة وحرية وكذا العادات على الأصح، وليبحث عن المعارض والأضياء المعا وقرية ودون مجتهد المذهب والمتمكن من تخريج الوجوع على نصوص إمامي ودون مجتهد الفتية والمتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر، والصحيح جواز تجزء الاجتهاد وجواز الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه، وثالث في الآراء والحروب فقط. والصواب أن اجتهاد علي أفضل الصلاة والسلام لا يخطئ، ولا صح أن اجتهاد جائز في عصره، وثالث وبإذنه صريحة، قيل وغير صحيح، ورابع علي البعيد، وخميس الأولى وأنه وقع، وثالث لم يقع الحاضر، ورابع هل وقف مسألة المصيب في العقلية واحد، وأنا في الإسلام مخطئ آثم كافر. وقال الجاحظ والعنبري لا يثم المجتهد، قيل مطلقا، وقيل إن كان مسلما، وقيل زاد العنبري كل مصيب أما المسألة التي لا قطع فيها. وقال الشيخ والقاضي أبو يوسف محمد وابن سريج كل مجتهد مصيب، ثم قال الأول أن حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال الثلاثة هناك ما لو حكم ملك نبي، ومن ثم قال وصاب اجتهادا لا حكما وابتداء لا انتهاء، وصعي وفق الجمهور أن المصيبة واحد، وأن ليت على حكم قبل الاجتهاد، قيل لا دليل عليه، وصحيح أن علي أمر، وأن مكلف بإصابة، وأن مخطئه لا يثم بل يؤجر، أما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاق، وقيل على الخلاف ولا يثم مخطئ على صحيح، وما تقصر مجتهد آثم وفاق. مسألة لا ينقض الحكم في الاجتهادية وفقا، فإن خالف نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا، أو حكم بخلاف اجتهاده، أو حكم بخلاف نص إمامي غير مقلد حيث يجوز نقض ولو تزوج بغير ولي، ثم تغير اجتهاده فلا صح تحريمه، وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه، ومن تغير اجتهاده وأعلم المستفتي ليكف، ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلى، فإن تغير اجتهاده لا لقاطع. مسألة يجوز أن يقال نبينا وعالي من أحكم ما تشاف وصاب، أحكم بما تشاف وصاب، أن يكون مدركا شرعيا ويسمى التفريض، وتردد الشافع وقيل في الجواز وقيل في الوقوع، وقال ابن السمعاني يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم دون العالم، ثم المختار لم يقع في تعليق الأمر باختيار المأمول تردد. مسألة التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله ويلزم غير مجتهد، وقيل يشترط تبين صحة اجتهاده، ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، وقيل لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، أما ظن الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد، وكذلك المجتهد عند الأكثر، وثالث يجوز للقاضي، ورابع يجوز تقليد الأعلم، وخامس عند ضيق الوقت، وسادس فيما يخص مسألة إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع لم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر قطعا،
وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا، وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت، ثم تقع له تلك الحادثة وليعيد السؤال. مسألة تقليد المفضول الثالث والمختار يجوز لمعتقد فاضل ومساوي، من ثم لم يجد البحث عن الأرجح فلا يعتقد رجحان واحد منهم تعين، والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح. ويجوز تقليد الميت خلافا للإمام، والثالث إن فقد الحي. وربيع قال الهندي إن نقل مجتهد في مذهبه. ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية أو ظن باشتهاره من علم الأدلة وانتصابه، والناس مستفتون له ولو قاضي، وقيل له اعتقاد في المعاملة إلى المجهول. فالأصح وجوب البحث عن العلم والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد والعامي. سؤال عن مأخذه استرشادا، والعامي سؤال عن مأخذ استرشاد، ثم عليه بيان إن لم يكن خفيا. مسألة يجوز للقاضي على التفريع والترجيح إن لم يكن مجتهدا يفتى بمذهب مجتهد طلع على مأخذه واعتقد، والثالث عند عدم مجتهد، والرابع إن لم يكن قادرا لأنه ناقل. ويجوز خلو الزمان عن المجتهد خلافا للحنابلة مطلقا، ولابن دقيق العيد ما لم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد، والمختار لم يثبت وقوعه. وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه، وقيل يلزم العمل بمجرد الإفتاء، وقيل بالشروع في العمل، وقيل إن التزم، وقال السمعاني إن وقع في نفسه صحته، وقال ابن الصلاح إن لم يوجد مفت آخر، فإن وجد تخير بينهما لا صح جواز في حكم آخر، وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقد أرجح أو مساوي، ثم ينبغي السعي في اعتقاد أرجح ثم في خروج عنه. ثالث ولا يجوز في بعض المسائل، لا صح أنه يمتنع تتبع الرخص وخالفه إسحاق المروزي. مثلا اختلف في التقليد في أصول الدين، وقيل النظر فيه حرام، وعلى الأشعري لا يصح إيمان المقلد، وقال القشيري مكذوب عليه، والتحقيق إن كان آخذا قول الغير بغير حجة مع احتمال الشك أو وهم فلا يكفي، وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هاشم، فليجزم عقده بأن العالم محدث له صانع، والله الواحد، والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجود، الله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده، وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق. قال المحقق ليست معلومة إلا أن اختلف، يمكن علمها في الأخير، ليس بجسم ولا جو ولا عرض، لم يزل وحده ولا زمان ولا مكان ولا قطر ولا أوان، ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج إليه، ولو شاء ما اخترعه، لم يحدث بابتداع في ذاته حادث، فعال لما يريد، ليس كمثله شيء. القدر خير وشر منه، وعلمه شامل لكل معلوم، جزئيات وكليات، وقدرته لكل مقدور، معلم أنه يكون أراد وما لا، فلا بقاء غير مستفتح ولا متناه، لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليه فعل من قدرة وعلم وحياة وإرادة، والتنزيع عن النفس من سمع وبصر وكلام وقال وصح في الكتاب والسنة من الصفات، يعتقد ظاهر المعنى وينزع عند سماع المشكل. ثم اختلف أئمتنا أن نؤول أم نفوض منزلين، مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح، القرآن كلامه على غير مخلوق على الحقيقة، كلامه غير مخلوق على الحقيقة، لا المجاز، مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، مقروء بأسنتنا، يثيب على الطاعة ويعاقب إلا أن يغفر غير الشرك على المعاصية، ولو ثبت العاصي وتعذيب المطيع، وإيلام الدواب والأطفال، ويستحيل وصوب الظلم يرى المؤمن يوم القيامة. واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام السعيد، ومن كتبه في النازل سعيدا والشقي عكسه، ثم لا يتبدلان، ومن علم أن أتاه مؤمنا فليس بشقي، وأبو بكر ما زال بعين الرضا منه، والرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة، فلا يرضى العباد الكفر، ولو شاء ربك ما فعلوا، هو الرازق، والرزق ما ينتفع به ولا حرام، ما ينتفع به ولا حرام، بيد الهداية والإضلال، خلق الضلال والهداية والإيمان، وتوفيق خلق القدرة والداعية إلى الطاعة. وقال إمام الحرم خلق الطاعة والخذلان ضده، واللطف ما يقع عند صلاح العبد آخرة، والختم والطبع الأكنة خلق الضلالة في القلب، والماهية مجعولة وثلاثة، إن كانت مركبة أرسل الرب تعالى رسوله عليه صفصا بالمعجزات الباهرات، وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين، الفضل على جميع العالمين، وبعد الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام، والمعجزة أمر خالق للعادات ومخلوق بالتحدي مع عدم المعارض، والتحدي الدعوة والإيمان وتصديق القلب، ولا يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر، والتلفظ شرط أو شطر فيه تردد، والإسلام وعمل جوارح، ولا تعتبر إلا مع الإيمان والإحسان، وأن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن يراك الفسق، ولا يزيل الإيمان، والميت مؤمنا فاسقا تحت المشيئة، إما أن يعاقب ثم يدخل الجنة، وإما أن يسامح بمجرد فضل الله أو مع الشفاعة. وأول شافع وأولى حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يموت أحد إلا بأجله، والنفس باقية بعد موت البدن، وفي فناء عند القيامة تردد، قال الشيخ الإمام، والأظهر لا تفنى أبدا، وفي عجب الذنب قولان، قال المزني الصحيح يبلى، وتأول الحديث، وحقيقة روحنا ما تكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم، فنمسك عنها
وكرامة الأولياء حق. قال القشيري ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولا نجوز الخروج على السلطان، ولا نعتقد أن عذاب القبر وسؤال المكان والحشر والصراط والميزان حق، والجنة والنار مخلوقتان اليوم، ويجب على الناس نصب إمام ولا مفضولة، ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شيء، والمعاد الجسماني بعد الإعدام حق. ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفة، فعمر، فعثمان، فعلي، أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وبراءة عائشة رضي الله عنها من كل ما قذفت به، ونمسك عما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ونرى كل مأجورين، وأن الشافعي ومالك وأبا حنيفة وسفيان وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود وسائر المسلمين على هدى من ربهم، وأن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام في السنة مقدم، وأن طريق الشيخ الجنيدي وصحبه طريق مقوم. وإما لا يضر جهل وتنفع معرفة الله صح، وأن وجود الشيء عينه، وقال كثير منا غيره، فعلى صح معلوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت، وكذا على الآخر عند أكثر، وأن الاسم غير المسمى، وأن اسم الله تعالى توقيفية، وأن المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى خوف من سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى لا شكا في الحال، وأن ملاذ الكافر استدراج، وأن المشار إليه بأن الهيكل المخصوص، وأن الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت، وأنه لا حال إلى واسطة بين الموجود والمعدوم خلافا للقاضي وإمام الحرمين، وأن النسب والإضافة أمور اعتبارية ذهنية لا وجود، وأن العارض لا يقوم بالعارض، ولا يبقى زمانان، ولا يحل محلين، وأن مثلين يجتمعان كالضدين بخلاف الخلافين، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن أخذ الطرفين ممكن ليس أولى به من الآخر، وأن البقية محتاج إلى سبب، وينبني على أن علة تحتاج الأثر إلى مواثل الإمكان والحدوث، وهما جزء علة والإمكان بشرط الحدوث وهي أقوال، والمكان قيل السطح الباطن الحاوي المماس للسطح الظاهر، المماس للسطح الظاهر من المحوي، وقيل بعد موجود ينفذ فيه الجسم، وقيل بعد مفروض، والبعد الخلاء، والخلاء جاهز، والمراد منه كون الجسمان يتمس لا يتمسان ولا بينهما ما يماسهما، والزمن قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني، وقيل فلكم معدل، وقيل فلكم معد النار، وقيل عارض، فقيل حركة معد النار، وقيل مقدار الحركة، وقيل مقدار حركة المختار، أن مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزاة اللهام، ويمتنع تداخل الأجسام، يخلو الجوهر عن جميع الأعراض، والجوهر غير مركب من الأعراض والأبعاد المتناهية، والمعلوم قال الأكثر يقارن علة وزمن المختار وفاقا للشيخ الإمام يعقوب، ومطلقا وثالثا إن كانت وضعية العقلية، أما الترتيب رتبة فوفاق، واللذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف، وقال ابن زكريا هي الخلاص من الألم، وقيل إدراك الملائم، والحق أن إدراك ملزوم ويقابل الألم، وما تصور العقل إما واجبا أو ممتنعا، ممكن لأن ذاته إما أن تقتضي وجوده في الخارج وعدمه، ولا تقتضي شيئا خاتما. أول واجبة معرفة قال أستاذ النظر المؤدي إليه والقاضي، أول النظر وابن فورك وإمام الحرمين، قصد إلى النظر وذو النفس الأبية أربع بها عن سفساف أمور واجنح إلى معانيها، وما عرف ربه وتصور بعيده وتقريبه، فخاف ورجا فأزغى الأمر والنهي، فارتكب واجتنب فأحبه مولاه، فكان سمعه وبصره ويده التي يبطش بها واتخذه وليا، إن سأل وأعطاه إن استعاذ به عاذ، ودني الهمة لا يبالي، فإن فوق جاهلين، وأدخل تحت ربقة المالقين، فدونك صلاحا أو فسادا أو رضا أو سخطا، وقربا أو بعدا، وسعادة أو شقاوة، ونعيما أو جحيما، وإذا خطر لك أمر فزن بالشرع، فإن كان مأمورا فبذل، فإن من الرحمن، فإن خشيت وقوع ولا إيقاع على صفة منية فلا عليك، واحتياج استغفار لاستغفار لا يجب ترك الاستغفار. ومن ثم قال السهروردي اعمل وإن خفت العجب مستغفرا من، وإن كان منهيا فإياك فإنه من الشيطان، فإن ملت فاستغفر، وحديث النفس ما لم تتكلم أو تعمل، والهم مغفوران، وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، وإن لم تطعك الأمارة فجاهدها، فإن فعلت فتب، فإن لم تقلع الاستلذاذ أو كسل فتذكر هذه من اللذات، وفجأة الفوات، أو لقنوط فخف مقت ربك، واذكر ساعة رحمتي، وأعرض التوبة ومحاسنها وهي الندم، وتحقق بالإقلاع والاستغفار وعزم من ألا تعود، وتدارك ممكن التدارك، وتصح ولو بعد نقضي عن ذنب ولو صغيرا مع الإصرار على آخر ولو كبير عند الجمهور، وإن شككت إما أمر أم مني فأمسك. ومن ثم قال الجويني في المتوضي يشك ويغسل ثلاثة أمم رابعة لا يغسل، وكل واقع بقدرة الله تعالى وإرادته، وخالق كسب العبد، وخالق كسب العبد يقدر له قدرة هي استطاعته تصلح للكسب لا للإبداع، فالله خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق. ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين، وأن العجز صفة وجودية تقبل القدرة، ثم ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصلح للضدين، وأن العجز صفة وجودية قبل القدرة قبل الضدين إلا العدم والملكة، ورجح قوم التوكل، وآخرون الاكتساب، وثالث الاختلاف باختلاف الناس، وهو المختار. ومن ثم قيل إرادة التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العالية، وقد يأتي الشيطان بطرح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل والتماهل في صورة التوكل، والموفق يبحث عن هذين ويعلم أنه
يكون إلا ما يريد، ولا ينفعنا علمنا بذلك إلا لله سبحانه وتعالى. وقد تم جمع الجوامع علم المسمع كلامه، المسمع كلامه وأذانا ثم آلات من أحسن محاسن بما ينظر الأعمى، مجموعا جمعا هنا مجموعا جمعا مجموعا جمعا وموضوعا لمقطوع فضل لا وموضوعا لمقطوع فضل ولا ممنوع مرفوعا عن همم الزمان مدفوعا، فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره. وإياك أن تبدأ بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة، وأن تظن إمكان اختصاره ففي كل ذرة درة. فربما ذكرنا الأدلة في بعض الحين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، أو لغرابتنا وغير ذلك مما يستخرج على وجه لا يبين في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، أو لغرابة الأول إذا كما يستخرج النظر المتين. ربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسب الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال، وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الإمام العوال، فربما لم يكن القول مشهورا عمن ذكرناه، أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه أو غير ذلك مما يضر التأمل لمن استعمل قواه، بحيث إن جازمنا بأن اختصار هذا الكتاب متعذر ورغم النقصان منه متعسر. اللهم إلا أن يأتي رجل مبذر مبتر فدونك مختصا بأنواع المحامد حقيقة وأصناف المحاسن خليقة، جعلنا الله بهم على الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله وحده، قال المصنف رحمه الله تعالى: كانت أمام بياض في أخرى ليلة 11 ذي الحجة الحرام سنة 76 من منزل بالداشة من أرض المزة ظاهرة دمشق المحروس، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم بعد خلقك ورضا نفسك وزادة عرشك من ذكرتك إلى أن نجيني من كل ضيق، فأنت إلى هنا مولى الجميع وعبد في مدينة المستقبل ونسأل المدخل المبقي وعفو اللي والدي ومشايخ المسلمين آمين.